مرحبا مرحبا، انا هو الطفل بلاك بانثر، وانا من الابطال الخارقين. لما اكبر رح اصير ورح اقتل الاشرار مثل هيك ومثل هيك. يا سلام يا سلام، سمعتوا عن اخر لعبة نزلت؟ اسمها لعبة الحبار، وانا مستمتع كثير كثير ومستعد عشان اروح عليها. بس المشكلة انه بابا مش رح يخلينا اروح عليها، لانه بخاف علي بخاف علي. هي لعبة كلها للاطفال، ومش عارف ليش بابا بخاف علي منها. بس يلا يلا، انا بدي اكذب على بابا وبدي احكي له بدي اساعد الاطفال، وبعدين اول ما يروح بابا بدي اروح على جزيرة لعبة الحبار. والله اني كثير كثير ذكي. يلا يلا خليني اخلي بابا يستيقظ. يا بابا بلاك بانثر، يا بابا بلاك بانثر، استيقظ استيقظ، الاشرار بنتظروك عشان تقتلهم. اوه الأشرار، مرحبا مرحبا يا ابني بلاك بانثر، صباح الخير. صباح النور يا بابا، أهلا أهلا. أهلا أهلا فيك يا ابني، أنا هيني مستعد علشان اليوم أقتل الأشرار وأكون بلاك بانثر اللي بيعرفه الجميع في قوته وفي عصبيته. أنا اليوم في عندي مهمة صعبة كثير كثير. أنا كنت نايم وتنبأت انه في اشرار في المدينة المجاورة لنا، نزلوا علينا من الفضاء. واو. انا لازم بسرعة بسرعة اروح اقتلهم وابين للجميع مين هو الاب بلاك بانثر القوي. يا سلام، انت بابا قوي. نعم، شوف كيف انا هم اصدقائي النمور السود، لاني انا اسمي النمر الاسود، وهون كمان هاي عائلتنا بالكامل، وهي انت متخبي وراهم، شايف كيف؟ نعم نعم، هذا انت يا بابا، وهاي ماما، وهاي اخواني. يلا يلا يا بابا، انت بستنوك الاشرار، روحوا اقتلهم روحوا اقتلهم. نعم نعم، بس انت يا ابني بدي اياك هسا ما تروح اي مكان، بدي اياك تضلك بالجزيرة هاي، واذا اي اشي خطير صار بالجزر اللي حوالينا من اصدقائنا ساعدهم. بس دير بالك يا ابني تروح هون اي هون او هون، لانه في اشرار بهدول الاماكن وفي السماء بحاولوا يخطفوا ابناء الابطال بعدين. خلص يا بابا لا تخاف علي، انا من الابطال رح لما اكبر رح اصير. يلا روح اقتل الاشرار. بابا البطل. يلا يلا خليني أبلش العمل تبعي. بدي أروح على جزيرة عائلة لعبة الحبار الرائعة. مثل ما انت شايفين لازم أسوي مثل هيك، وفي مرحلة قدامي. يلا يلا يا بلاك بانثر، اقفز مثل هيك واقفز اقفز. واو واو واو، كنت راح أوقع، بس أنا هو بلاك بانثر النمر الأسود القوي جدا جدا، مش راح أخسر فيها. يلا يلا يا بلاك بانثر الصغير، اقفز مثل هيك. يلا يلا وصلت هناك، فيه لازم اكبس هذيك الكبسة عشان اروح على مرحلة. يا سلام، اقفز هون واقفز هون. يا سلام، انا كثير كثير قوي، واذا وقعت من هذا المكان رح اموت. يا الله، بس يا الله بابا حكيت له اني ما بدي اروح مكان، بس يلا عادي عادي بدي اروح العب. انا شو بدي اسوي؟ يلا يلا، لعبة التوازن لازم اسويها صح. يا سلام، يلا يلا يا بلاك بانثر انت قد، واو سويت لعبة التوازن، وضايلي 1 2 3 3 قفزات ورح اوصل لعند التحدي. يلا يلا يا بلاك بانثر مثل هيك، اقفز هون واقفز هون وبعدين اقفز هون. يا سلام، وصلت للتحدي. ايه مكتوب انت، ايه شو هذا؟ لازم اكبس على هذه على هذه الكبسه عشان اروح على تحدي. يلا يا بلاك بانثر اقبس. واو واو، شو هذا المكان الغريب؟ هذا شكله التحدي لازم اسويه. واو، مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا يا بلاك بانثر الصغير، انا هو صاحب هذا التحدي، وانت لازم تقفز من هذا المكان العالي على المياه عشان تفوز بهذا التحدي. يلا عشان تنتقل لجزيرة عائلة لعبة الحبار. ماشي ماشي، يلا يلا خليني اقفز مثل هيك. يلا يلا يا بلاك بانثر. واو واو، هاي المياه هاي المياه هاي المياه، كنت وشيكة كتير كتير، بس انا رح اسويها. يلا يلا يا بلاك بانثر، هوبا هوبا هوبا. واو يا سلام، هاي المياه هاي المياه هاي. واو سويتها سويتها. اوه في باركور هوني، يا الله لازم اعدي هذا الباركور. يلا يلا يا بلاك بانثر، هوبا. يلا يلا يا بلاك، وقعت. يا الله، يلا يلا هسه رح تشوفوا كيف انا رح اسويها. يلا يلا، يا ويلي والله صعب كتير كتير. هوبا
يلا هاي الأولى، بعدين اقفز مثل هيك واقفز هون، وبعدين اقفز هون. واو والله شكلها صعبة، بس مش على بلاك بانثر الصغير. يلا هون وهون، بعدين مثل هيك ومثل هيك. يا ويلي لازم أمسك في هذا السلم مثل هيك. واو هاي سويتها هاي. يلا يلا مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك، اقفز هون. واو شو رأيك نغش في هذا التحدي؟ بدي أغش فيه، بدي أطلع هون على ذول الجلوستون مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك. واو كنت رح أوقع، شفتوا كيف؟ يلا مثل هيك ومثل هيك. يا سلام اني قاعد بطلع ومش قاعد بسوي الباركور عشان اوصل لهذا الزر الموجود هناك واوصل للعبة الحبار. يا سلام زي هيك، وبعدين اقفز على هاي. واو اني قربت كتير كتير، انت شايفين؟ اوبا 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 اوبا. واو هيني وصلت. يلا يا بلاك بانثر الصغير اكبس على الزر. واو نم 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 نم. بدي اقتلكو كلياتكو. يلا اللعبة سهل كتير كتير، رح الف على الشجرة وبعديها رح اغني اغنيتي المفضلة، وبعدين رح الف وجهي، واي حدا بيكون بتحرك لما الف وجهي واشوفه رح يموت، رح يقتلوا اصدقائي في السنايبر. يلا اللعبة سهل كتير كتير. يلا هي. واو واو هيني وصلت على جزيرة عائلة الحبار. يا سلام مرحبا. هاي وقف مكانك، لا تتحرك بدون اي حركة، ارفع ايديك. ايش بدك ايش بدك؟ مين انت؟ انت لعبة الحبار ولا ايش؟ نعم احنا هي جزيرة عائلة الحبار، وانت راح تدخل في هاي المسابقة. ايه خلص بدي ارجع عند بابا، انا ما بدي العبها، بدي ارجع. ما في ارجع، ما في، وقف قدامي لا تتحرك. طيب. يلا امشي قدامي امشي. يا ربي طيب يلا بدي امشي. يلا, يلا. خلص لا تطلق لا تطلق. وين اروح وين؟ يلا اروح على لعبة تقطيع السكر. ايش يا ويلي ايش يا دولة؟ يلا خد اهرب بجلدك، اهرب بجلدك. يلا يا ربي بهاي يما. نعم في هاي، هايها جاهزة علشان تبدأ تلعب فيها انت. يا ربي مرسوم عليها دائرة، لازم اكسرها على شكل الدائرة. لا لازم على شكل وجهي انا المربع. يلا يا متسابقين اسمع هاي الكلام، يلا كلياتكو انتو راح تدخلوا في الاختبارات هسا، وانتو كلياتكو لازم تكسروا هذه حبات السكر على شكل مربع، والبكسرها او بخطأ خطأ بسيط وخفيف راح يكون عقابه هو الموت. يا ربي يا ربي يا 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 اخوي يا اخوي كسرتها بالغلط، اعطيني واحدة جديدة. ايه كسرتها بالغلط، انا ما بسامح اي حدا. يا 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 مربع يا مربع، يا مش عارف شو بدي اسوي. مش عارف شو بدي اسوي، انا خايف ان اكسرها. اذا كسرتها راح تموت راح تموت، سامعني ما في مجال للخطأ، الفائز لازم ياخدها في عقله بجدارته. يلا يا ابني لا لا خلص خليه يتحرر هذا الطفل الصغير، هذا الطفل. اسكت. طيب طيب كسرتها بالغلط انا. كسرتها عقابك هو الموت. يا رب لازم اكسرها انا صح، لازم اسويها صح بسرعة مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك. بدي اعد للعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انت لا احد يلمس. سويتها يلا انت. اوه لا فيش خطأ، لا مبروك. يس يس سويتها. نعم انت انا سويتها صح، انا سويتها صح، ما كسرت فيها اي شيء. نعم كلامك مزبوط، بس هذا في شوية توتر انا شايفه. هي يا اشوف اخوي. يا اخوي والله بالغلط بالغلط يا اخوي. طيب طيب في الغلط. انت بتعرف انه ما في مجال للخطأ. والله بالغلط والله بالغلط، انا اسف انا اسف. للأسف ما راح يفيدك، انت راح يفيدك هو انك تاخد طلقة في راسك وتموت. انا الاخ. يلا خلينا اشوف انت هسا انا سويتها صح يا كنت سويتها صح يا غلط. خلينا اشوف. اوه
أشوف. أوه بدي أجيب المجهر علشان أشوفك كويس. إيه؟ خلينا أمسكها مثل هيك ومثل هيك. خلينا أزوم عليها. إيه؟ أنت؟ إيه؟ إيش يا؟ إيش إيش إيش؟ طلعت مظبوطة. والله خوفتني انتي. أوه شكلك شغالة في المطبخ كويس. مظبوط صحيحة. يلا انتو الاربعة اللي فزتوا هسا رح تنتقلوا مع المتسابقين هذول اللي فوق ونشوف اذا رح تسووا هذا التحدي البعدي ولا لا. اوه ماشي ماشي. يا ويلي يلا اسعدوا للآلة. هيا بنا للتحدي اللي يلا بعده. يا ويلي هيني انتقلت للمرحلة الثانية من لعبة الحبار وانا خايف كتير كتير وهي رح تقتلنا. يا ويلي انت شايفينها؟ خلينا نشوفها. مرحبا مرحبا فيكو في لعبة الحبار. انا هي البنت القاتلة وانا بحب العب معك والعب ظريفة كتير ولطيفة. واحنا اليوم بدنا نلعب لعبة كتير سهل كتير كتير، بس انتو لازم تنفذوا الاوامر. واللعبة هي اني انا رح الف وجهي على هاي الشجرة مثل هيك ولازم اغني اغنية، وانا لف وجهي لازم تتحركوا بس بعديها رح الف مثل هيك بعد ما اغني الاغنية، واي واحد بتحرك بعد ما الف وجهي رح يكون عقاب هو الموت. هو إيه؟ الموت يا ويلي كتير سهل. ماشي ماشي يا ويلي هسه رح تبلش. يلا هسه رح تبلش. يلا خلينا يلا نتحرك نتحرك. يلا اكو ماكو تيتي سبيدي. لازم اوقف لازم اوقف. ايه تلاكم واحد بتحرك. انت ما بتفهموا قواعد اللعبة. موتي انت. مين كمان تحرك؟ اوه هذا تحرك مثل هيك. يا قاعد بتقتل فيهم. يلا خلاص ما في اي حدا تاني. يلا يلا خلينا اغني اغنيتي المفضلة. يلا اكو ماكو سي بي او بي. يلا بوم. وقف وقف. اوه كم واحد بتحرك ورا مثل هدول الاغبياء. مو هي قاعدة بتقتل فيهم. بتقتل فيهم. هي قاعدة بتحرك. موت. طلع طلع. مثل هيك. اوه بدكش تموت موت مثل هيك. اوه هي هذا الاهبل. طلعوا طلعوا بده يفوز. في كتير ناس عم تتحرك. يا انت ويلي. موت يا ويلي. هاي هون فيها واحدة حرك. اوه بوم. يلا خلينا ارجع اغني. يلا اكو ماكو تي بي يا دوميني يا بوم. ايه يلا يلا. مين بتحرك هون؟ ما في حدا. خلينا ارجع عيد. اكو لاكو بيبي هوت ستيبي يا جي يا يابو. مين اتحرك؟ ايه بسرعة بسرعة. خلينا اركض. ايه في حركة هون. ايه انت يا عجوز تهرب؟ تعال لهون. رح تموت. اما اقصاك خارج اللعبة وانت كمان. يلا الى الخارج. يلا اكو ماكو هيني. انا فوز اول فائز. مين عم يتحرك هون؟ ايه هي بتحرك. حرك موت. ايه طلع قاعدة بتقتل فيهم. بتقتل فيهم. اكو ماكو تي بي يا سميطوطة. ما في حدا بتحرك. ما إيه؟ في هذول خارج الخط. باقي 10 ثواني. يلا يلا اكو ماكو تي بي يا سميطة. خلص الوقت. ايه اي واحد بالخارج رح يموت. موتوا موتوا. وانت كمان رح تموت لان الوقت انتهى وانت ما تحركت من مكانك عامل حالك صنم. موت. والفائز معنا أنا. هو انت هو انت. انت الفزت معنا بالمسابقة وهسه رح يجيك الزعماء علشان يعطوك اموالك. واو طلعت لعبة رائعة لعبة الحبار. واو عيني فزت فيها. وهي لعبة الحبار اللي انتو شايفينها قدام عيونكو راح يجوا يعطوني اموال وبابا راح يكيف علي كتير كتير. هيا راحت هيا راحت. ده تروح تجيب لنا الاشخاص عشان يعطوني الاموال. يا سلام يا سلام فزت فيها. اول واحد في العالم بفوز في هاي اللعبة في لعبة الحبار. هي كانت مثل الفخ بس انا اجيت وسويتها. أوه. مرحبا مرحبا فيك. هيك انت هو الفائز في لعبة الحبار الوحيد. واحنا ما منوعد ومنخلف. احنا رح نعطيك اموالك اللي انت بتستحقها علشان انت هو الرابح
في لعبة الحبار، وانت هسا فزت معانا بالاموال اللي راح تاخدها هسا. انت جاهز علشان تستلم أكيد. اموالك؟ اكيد انا جاهز. يلا اتفضل اتفضل، هاي هي الاموال. واو 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 واو، شوكولاتة. واو شايل، هذه هي اللعبة تبعتك، وهذه انت اللي فزت فيها. يا سلام يا سلام. خد لك هاي يا شرير، ما قتلكوا كلياتكو. خد ابني تعال لهون. شو هدول الاموال؟ خليني بسرعة ارميهم. زدتهم زدتهم من ايدك يا ابني هدول الاموال. ما بت شو يعني زدتهم يا بابا؟ تعال انا لهون. فزت في لعبة الحبار، فزت في لعبة الحبار يا بابا، فزت فيها. تعال لهون.